عمو بيهوم حبنا على شو ناوي بتلف وبتحوم بتشد الخطاوي. يا عمو بيهوم حبنا على شو ناوي بتلف وبتحوم بتشد الخطاوي. عندي إلكم مفاجآت أسئلة حلوة ومسابقات واللي جاوبهم معنا يظهر عطيور الجنة على خطاوي السلاوي. أهلا وسهلا بمشاهدينا الأعزاء في كل مكان، مرحبا فيكم معنا في حلقة جديدة من برنامج خطاوي السلاوي. إحنا وياكم اليوم نقف على باب The Body Shop، هذا المحل المتخصص في مستحضرات التجميل. ننطلق ونشد الخطاوي ويلا معنا على خطاوي السلاوي. عندك مثل أنت حافظ مثل؟ مثل باب يجي من ريح سده واستريح. في مثل أقول قوم تعاونوا ما ذلوا. تكملتها هذا الناس حافظ المقطع هذا تكملتها. طيب. جاهم المطر وإيش صار؟ جاهم المطر قوم تعاونوا ما ذلوا، جاهم المطر وسال السيل. لا سال السيل هذاك تال الليل. طيب. جاهم المطر جاهم المطر ما إيش ما مر عليك؟ دقيقة أعطيني وقت أفكر. سريع. جاهم المطر وما أنعم ما أنعم. نشكرك يا غالي، شكرا لمشاركتك معنا، يا مرحبا. عندنا مثل كيف أنت والأمثال؟ والله مو مرة يعني. عندنا مثل يقول قوم تعاونوا ما ذلوا، تعرفوا المثل مر عليكم هذا؟ تكملت المثل إحنا ندور بلكي جبتوها. جاهم المطر وما إيش قوم تعاونوا ما ذلوا، جاهم المطر وما نشكركم شكرا. عندنا مثل يقول قوم تعاونوا ما ذلوا ما ذلوا، كلام سليم. جاهم المطر وما إيش قوم تعاونوا ما ذلوا، جاهم المطر جاهم المطر ما وما إيش كلمة على وزن ذلوا قوم تعاونوا جاهم المطر ما استعدوا مر عليك؟ لا لا. شكرا، نشكرك يا غالي، شكرا جزيلا، اسعد الله اوقاتكم. ايش اسم الصغيره؟ ايش اسمها هذه الصغيره؟ حلا. وانت؟ وعد. وانت؟ غلا. اهلا وسهلا بحلا وغلا ووعد. عندنا مثل في برنامج خطاوي السلاوي نتكلم عن مثل قوم تعاونوا ما ذلوا، جاهم المطر وما تبلوا او ما تبلوا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، إجابة صحيحة. نعم ما تبلوا أو تبلوا. نعم إجابة صحيحة، يا مبروك عليكم هذه الجائزة. أنت شفتينا من بعيد قلت هذه طيور الجنة، ها؟ نشوف إيش ربحت اليوم معانا مع برنامج خطاوي السلاوي على طيور الجنة. تعالوا هنا، تعالوا تعالوا تعالوا. أول جائزة ربحتيها معانا يا أم إيش بالخير؟ يا أم رغد. أول جائزة ربحتيها معانا، تفضلي شوفي لنا إيش هي هذه الجائزة. من شركة أحمد عبد الواحد، عبارة عن كاميرا ديجيتال، نوعيتها إيش يا أميرة؟ نيكون ألف، مبروك عليكم، هذه أول جائزة. الجائزة الثانية ستندرز، ادونا جائزة من مستحضرات التجميل، أنت أخذتيها دينا اللي أكبر منك إن شاء الله تكبري، أنت ما بحاجة لتجميل أمورك وجسمك ممتاز. الجائزة الثانية من ستندر برضو مستحضرات التجميل، ألف مبروك عليكم. الجائزة الثالثة من أون تايم، ادونا ساعة جميلة حتأخذيها أنت هذه الساعة. والجائزة اللي بعدها مقدمة من واحة الجلابية، موجودين في السلام مول بقيمة 300 ريال، ألف مبروك عليكم، تروح للسلام مول في جدة وتأخذ هذه الجائزة. والجائزة اللي بعدها من مؤسسة طيور الجنة، موجودين أيضا في السلام مول في جدة بقيمة 300 ريال، مجموعة ديفيديات والسيديات من طيور الجنة. والجائزة اللي حنختم فيها اليوم هي جائزة من أورنج بقيمة 1000 ريال، عبارة عن ما شاء الله مفرش للبيت للتخت، شيء جميل من أورنج. ما ختمنا بعد، لكم كمان جائزة عبارة عن ساعة من الركن السويسري، ألف مبروك عليكم، هذه هي برضو لكم. إيش تحب نسمع منك يا أم رغد؟ بس والله مشكورين، الله يجزاكم، الله يكرمكم يا رب بارك فيكم. وإحنا بنشكركم، نشكر البنوتات الثلاثة اللي كانوا معنا، نقول للكاميرا شكرا، نتفرج على الكاميرا، يلا قول للكاميرا مع السلامة، يلا وأنت كمان قولي للكاميرا مو إلي للكاميرا. أيوة نشكركم. بعد الفاصل حنكمل إن شاء الله معاكم في برنامجنا لهذا اليوم، حتى نشوف مين حيجاوب على لغزنا اللي عم بيستنانا. يلا خطاوي السلاوي، أهلا وسهلا فيكم من جديد، معانا مكملين في برنامج خطاوي السلاوي. اليوم نتكلم عن لغز جديد، سابقا
كنا نتكلم فيه وندردش فيه واحنا صغار واليوم كبرنا وما زال هذا اللغز موجود. حله سهل وسريع، بنتكلم عن شيء فيه خير للناس، فيه رحمة وبركة بتنزل منه هذا الشيء. ما هو هذا الشيء الذي يسير ويمشي بلا قدمين ويبكي بلا عينين؟ حنشوف مين حيجاوب هذا السؤال هنا في هيفا مول في برنامج خطاوي السلاوي. يلا معنا. السلام عليكم، كيف حالكم؟ كيف حالك؟ الحمد لله تمام. اسمك انت؟ فراس ايمن. اهلا وسهلا. وانت؟ ريان. الله حيك. وانت برضو معاهم ما شاء الله اخوهم برضو، كيف حالك؟ الحمد لله. الله حيك. عندنا لغز حنسألكم برضو، الوالد الكريم والدتهم يعلم فيكم، شيء يمشي بلا رجلين ويبكي بلا عينين، ايش هو هذا الشيء؟ لغز معانا. السحاب. السحاب 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 او الغيمة صح؟ ايوه ما شاء الله ابنك. ايوه يعني اكيد قولوا الولد وسر ابيه وبرضه كمان امه، الذكاء الموجود عنده اكيد موجود ما شاء الله في العائله كامله. يا عين عليك. نعم اجابه صحيحه، هي السحابه التي تمشي بلا قدمين وتبكي بالعينين. قلت لكم اخذناها واحنا صغار ما شاء الله، الجيل اللي بهذا العمر هو اللي عم بيعرفه. السحاب خلاكم تفوزوا معنا اول شيء بنظاره شمسيه مقدمه من الف البصريات. اصبر فرجينا فرجينا ايش هي هذه النظاره سريعا. يا سلام على النظارة اللي حتكون للوالدة أظن صح؟ أيوه. لأن نسائية تفضل ألف مبروك عليكي، هذا رقم واحد. رقم اثنين أبروك للسويسر ادانا ساعة تفضل لأنك أنت جاوبت السحاب فرجينا إياها. برضو حنكون أول بأول، أنت وكيل فتح الجوائز ومشاهدتها نشوفها. برضو نسائية انبسطت طبعا. أيوه. يا عين عليك. هاي الجائزة الثانية، الجائزة الثالثة برضو للوالدة الكريمة من واحة الجلابيات موجودين في السلام مول بقيمة 300 ريال جلابية من عندهم. واللي بعدها لهذا ايش اسمك انت؟ ذكرني. ريان. ريان لك من مؤسسة طيور الجنة بقيمة 300 ريال سيديات وديفيديات موجودين في السلام مول، تروح تستلمهم مع انه احنا اليوم في هيفا لكن بتروح لهناك. والجائزة اللي بعدها برضو للبيت كامل مقدمة من شركة اورنج الدونة، شركة اورنج الحاف بقيمة 1000 ريال. الف مبروك عليكم. وما خلصنا، جايين كمان ستندرز او ستندر الدونة مستحضرات تجميل بقيمة 1200 ريال. شكرا. مبروك عليكم. وبعدها عندنا شيء، عندنا ساعة وقتها اون تايم. خلينا اشوف بلكي ان شاء الله طلعت لواحد منكم للشباب او للي جاوبها. يعني بيمشي حالها هذه؟ بيمشي حالها؟ الف مبروك عليك. ايش بتحبوا نسمع منكم في الختام لطيور الجنة؟ الله يخليكم يا رب. ام الماما نشكر القناه ويعطيكم العافيه. الله يعافيك يا رب. اذا السحابه جاوبت سؤالنا وجاءت بشكل سريع على المكان اللي احنا فيه وابكت بلا عينين ونزلت علينا المطر والخير. الف مبروك على اللي فازوا معنا لهذا اليوم. حلقه قادمه ان شاء الله احنا وياكم على موعد في برنامج خطاوي السلاوي. حتى ذلك الحين الى اللقاء. شكرا. مفاجآت، أسئلة حلوة ومسابقات، واللي جاوبهم معنا يظهر عطيور الجنة على خطاوي السلاوي.